الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما والمرجان لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار
المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفؤاً أحد ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفؤاً أحد صدق الله العلي العزيز الحكيم الحي القيوم وصدق رسوله النبي الآخر اللهم صل على محمد وآل محمد آواز کچھ خراب ہو رہی ہے لہذا صرف تین شعر ابھی ہوئے ہیں جو عرض کر رہا ہوں سماعت پڑھا دوں دونوں جہاں کی ساری مشیت حسین کی دونوں جہاں کی ساری مشیت حسین کی خالق نے بنائی ہے وہ قسمت حسین کی خالق نے بنائی ہے درود پڑھے محمد والے ہوں اس واسطے ہم ان سے بہت دور دور ہیں اس واسطے ہم ان سے بہت دور دور ہیں جنت میں صرف جائے گی الفت حسین کی جنت میں صرف جائے گی الفت حسین کی چار مصرے ہو سماعت فرما لیں شاید آپ کو پسند آئیں درود پڑھیے محمد والے میں الگ ہوں میرا مکان الگ میں الگ ہوں میرا مکان الگ اور لوگوں سے میری شان الگ اور لوگوں سے میری شان الگ اور سائے میں
پنج تن کے رہتا ہوں سائے میں پنج تن کے رہتا ہوں اس لیے میرا آسمان الگ اس لیے میرا آسمان